السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور. حلو حلو المجال هذا، أنا يعجبني. طيب أنا من الناس اللي أمتن بسرعة وأنحف بسرعة، إيش أسوي؟ كيف أثبت؟ يعني انت أبغى خسيت، أثبت. انت مشيت على نظام وخسيت. أنا كنت ملاكم ترى، يعني كنت بطل مملكة في الملاكمة. ما شاء الله، ربنا يوسع عليك. الله، تعرف الألعاب الفردية قبل البطولة بأسبوعين، قبلها بأسبوع لازم تنزل الوزن المعين، يعني لو ينزل منك 15 كيلو تقدر. ايوه، ألعاب فردية قوية، تمام؟ إي تختلف عن الكورة، تختلف. طيب ليش أنا كذا؟ يعني بعض الأحيان تطن في راسي أقدر الآن أهرول مثلا 5 كيلو، شايف؟ أبدأ أسوي جدول، لأنه الإنسان عنده دايركت يعني مع جسمه، هو عارف إيش اللي ينفعه وإيش اللي ما ينفعه، فاهم؟ فأبدأ أكثر يعني من الأكل البروتيني اللي هو بيض البيض، مع إنه يقول بيض البيض بس أنا أكله بالصفار، يعني ليش الكذب هذا، فاهم؟ مثلا يقول لي سمك، صدور دجاج، هذه أحبها الأكلات هذه، أنت فاهمني؟ فأبدأ أطور حالي أكثر وأكثر. معاي؟ أيوه. فأنزل مرة، يعني مرة في 3 أشهر نزلت 45 كيلو. ولكن وصلت مرحلة، أيوه وصلت مرحلة إني أدوخ أطيح. طيب أبغاك تنصحني نصيحة، أنا أقدر أنزل وأقدر بس كيف أثبت وزني؟ أبغى أثبت تمام على وزني، ما أقدر. تمام، اولا انت قلت ايش اسوي؟ طب هتسيبني اكمل كلامي، اسرد كلامي ورا بعضه بحيث ان انا افيدك. تمام يلا كويس. تمام، النقطة الأولانية الغلط اللي أنت قلتها، إن كل واحد بيعرف جسمه. النقطة دي تقدر تقول إن هي نصها صحيح ونصها غلط. النص الصحيح بالفعل حقيقة إن جسم الإنسان ده أعقد تكوين موجود في العالم، اللي ينفع لشخص ما ينفعش للتاني، وهكذا إدراك الشخص لبعض الأطعمة اللي ممكن تكون بتضره، زي بعض الناس يكون عندها حساسية من بعض الأغذية إن هي ما بتاكلها بيحصل لها مشاكل صحية معينة. لكن النقطة التانية إن كل واحد طبيب نفسه، دي لا تحتاج لدراسة علشان تبقى طبيب نفسك. عشان تبقى طبيب نفسك تحتاج لدراسة، ودراسة موسعة. احنا مش مثلا درسنا يعني 7 سنين زائد دراسات إضافية ومؤتمرات وندوات ودورات، وسافرنا مصر والسودان وتركيا وبنلف علشان ناخد معلومة، فطبعا مش هتكون طبعا زي كويس إن أنت تكون بتنزل في الوزن. بس النزول ده أنا بجزم إن النزول ده غير صحي. غير صحي ليه؟ لأنه لا يحتوي على كافة العناصر الغذائية اللي الجسم محتاجها، وكنتيجة لأن الجسم وكنتيجة إن إحنا ماشيين على نظام غلط، إن أنت رجعت في الوزن مرة تانية، وإن أنت كنت بتطيح وتدوخ. ليه بتدوخ؟ لأن النظام الغذائي غير صحي. فعدم اتباع نظام غذائي صحي نقدر نقول عليه وان احنا مثلا نكتر من الاغذيه المفيده، وان احنا نكتر من الاغذيه ايا كانت الاغذيه، مثلا وليكن اغذيه معينه ونسيب اغذيه معينه تانية، فنقدر نقول ان ده يكون احد اسباب ان احنا نرجع في الوزن مره تانية. فعلشان كده لو انا عايز اديك نصيحه، لو انا عايز اديك نصيحه هقول لك النظام الصحي هو النظام الغذائي المتوازن المتنوع المتكامل اللي بيحتوي على كافة العناصر الغذائية، من الكربوهيدرات، من الفات، من البروتينات، من الفيتامينات، من الأملاح المعدنية، من الألياف الغذائية، من المية. يعني ما نيجي نتكلم عن نظام غذائي صحي، فانا لا اقدر افيدك فيه، اقول لك دلوقتي لازم يكون فيه كل حاجه ممنوع. والنقطه الثانيه، لو انا عايز اديك برضه نصيحه على الماشي وانت موجود في العربيه، اقول لك ممنوع الحرمان. لان الجسم بتاعنا جسم ربنا مش خلقه بالغباء اللي احنا بنتصوره بيه. جسمنا ده اذكى جسم في العالم، يعني بيعمل كل شيء في سبيل ان هو يبقيك صحيا. وكنتيجه للحرمان فهو بيبدا بمجرد ان انت تنزل في الوزن، وكنتيجة للحرمان الجسم علشان هو عاش فترة من الحرمان والمعاناة، أول ما بترجع للأكل بتاعك مرة تانية بيرجع تزيد أكتر من الأول. ليه؟ لأن هو مر بفترة من الحرمان الشديدة، فهو تلقائيا خايف إن هو يحدث في يعني يحدث مثل الأيام اللي حدث فيها مجاعة. الجسم خايف ان يحدث مجاعة زي اللي حصلت قبل كده، فبيبدأ يخزن اقل شيء انت بتاكله، يبدأ يخزنه علشان الايام العصيبة اللي انت عايشته فيها.
فالجسم بتاعنا كده مش قاعد كده وخلاص، لا ده قاعد ومركز وصاحي وبيشوف احنا بنعمل ايه. ففكرة ان احنا مطلوب ان احنا نتعامل مع الجسم بتاعنا بشكل اكثر حضاري. ان احنا النزول الصحي، لو هديك برضو نصيحة على الماشي، اقول لك النزول الصحي ان انت ما تنزلش كتير في وقت قليل. ممكن تنزل كتير في وقت قليل في شرط واحد، يكون في نظام غذائي صحي، ومع النظام الغذائي الصحي يدعمه الرياضة اللي بيعقبه نزول صحي. اما غير كده كنتيجة بقى ان احنا مثلا نمنع حاجات كتيرة ونشيل حاجات من الاكل بتاعنا، فكنتيجة ان احنا بنشيل حاجات يبقى عندنا نقص في بعض الفيتامينات والاملاح المعدنية وبنشيل حاجات كتير، فتبقى طبعا جسمنا يبدأ بدل ما هو حاجة حبيب يعني حبيبة لينا ربنا خلاها علشاننا، يبدأ يبقى عدو لينا، لان احنا عايشناه ايام صعبه. فهو تلقائيا يبدا يخزن، حتى الكربوهيدرات زايد منها يحوله لدهون، البروتينات زايد منها يحوله لدهون، فتلاقي نفسك بتنزل في الوزن مره تانية. وانت راجل رياضي يعني، اتشرف ليا ان انا بتكلم دلوقتي مع مصارع قديم، يعني كويس ان احنا بنلتقي مع ناس عظيمه زيكم. لكن انا ما اقدرش اقول اتكلم في المصارعه وانت موجود، انا ما اقدرش اتكلم في المصارعه وانت موجود، لكن انت بقى تيجي عندي الملعب بتاعي وتتكلم في التغذيه وتقول كل واحد طبيب نفسه، لا اقول لك اقف، انا ده شغل انا بقى. ايوه هو انا اقصد صح، كلامك صح، كلامك كله صح، بس انا اقصد اني اوزن يعني انزل لوزن معين واوقف عليه، مهما اسوي رجيم مهما اوقف عليه، اذا وقفت عليه ايش اسوي؟ اكسر الروتين. يعني انا مسوي رجيم اول اكسر الروتين، ابدا 3 ايام ارجع ينزل الوزن. عارف والله، بص انا بقول لك، انا هقول لك يعني ضروري جدا ان انت تعمل نظام غذائي صحي.